للصائق المهني كلنا في دافدة كلنا في دافدة للصائق المهني للصائق المهني تغطية أين هي تغطية أين هي تغطية أين هي تغطية أين هي هذا عيب هذا عار هذا عيب هذا عار يا وزير اسمع يا وزير اسمع تقل محمد كاتب العام المحلي لفرع النقابه الوطنيه المنضويه تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. احنا اليوم عاملين وقفه احتجاجيه، هذه الوقفه هذه ناتجه على امر من المركزيه وناتجه على الحراك اللي داروه السائقين والفروع المكاتب الفرعيه على الصعيد الوطني. ولهذا احنا اليوم يعني واحد العدد احتجاجات ناضت في العدد المدن، والدولة أو الحكومة ما صغتش هذه المشاكل هذه. كنا كنطمحوا بأن المشاكل ديالنا والمعاناة ديالنا مثلا تخد بعين الاعتبار، وفهاد اللي كيقولوا هما 1.16 كيتغير الثمن الغازوال، نشوفوا مثلا شي تحسن او شي انخفاض مثلا مهم بالنسبه لنا، واذا بهم كيضحكوا علينا طيحوا 15 فرانك او 16 فرانك. واش هاد الناس هادو كيتفلاو علينا؟ حنا كنستنكروا هاد الزيادات الصاروخيه والمتتاليه والمتكرره على قطاع محروقات، وحنا دائما كنطالبوا بالغازوال المهني. راه قطاع النقل بلا غازوال مهني راه ما يستمرش، راه ايام معدوده وغنعليو يدنا وغنزلوا ديك السوارات وغنزلوا ديك السيارات وغادي يوقف قطاع النقل بالمغرب. وهاد الناس هادو كيشجعوا بهاد الامورات هادي، كيشجعوا النقل السري وكيشجعوا مسائل اخرى ما نحتاجش ندخلوا فيها، ولكن احنا خصنا هادي بلادنا وكنبغيو لها الخير وكنبغيو الحل للمشاكل. الحكومه تاخذ بعين الاعتبار وتصنتنا وتجلس معنا على الطاوله ونعطيهم المقترحات ديالنا ونحلوا المشاكل. انا ما عزمناك شيء، انا ما عزمناك شيء. السائق المهني، السائق المهني. احنا في الحقيقه هاد الوقفه هادي فرضت علينا لاسباب متعدده. اولا حنا الغازوال، حقيقه الغازوال حنا كيعانيو به جميع القطاع، جميع السائقين كيعانيو من هذا الزياده الصاروخيه ديال الغازوال. حنا عندنا عده نقاط. اولا فحال اللي كتشوفوا اللافته اللي عندنا هنايا، عندنا تقريبا 40,000 سائق يعاني من عدم التغطيه الصحيه وغياب التاثير القانوني، اكبر تحديات اللي تعاني منها القطاع سياره الاجره. حنا كنطلبوا تصفقوا معنا في 2013 احداث المحطات التاكسي صغير، للاسف الشديد ما كاين والو. المطالب كاين التماطل في الولايه، باش نكونوا صراحة قالوا لنا بان احداث المحطات التاكسي صغير، كاين تعليم الاشهار لجميع المحطات من الصيف الاول والصيف الثاني. الصيف الاول قالوا لنا بان ما تكون المحطات المعايير متقدمه، ما تكون محطه ومن الى والثمن ديالها، باش حنا ما نبقاوش تصادم مع المواطنين. كيف يعقل يطرو واحد لتر ب 10 دراهم والرحله كتمشي ب 5 دراهم؟ حنا كنطلبوا ادنى رحله بحالها بحال المدن، ما كنطلبوش شي حاجه اللي هي زي. كنطلبوا 7 دراهم ادنى رحله، وكل 100 متر 30 فرنك. تيجاني الرياني سائق تاكسي مهني
عندي 5 د الوليدات وانا ويماهم والوالد الوالده، يعني عندي 9 د الانفس، يعني عندي 2 الاسر في الدار. دابا حنا حاليا كنعاني واحد المعاناه كبيره. اول حاجه المعاناه اللي كنعانيو، كنعانيو من النفط، من البترول، وصل 10 درهم وشي حاجه. حنايا عندنا السيارات قدامين، يعني كياكلوا واحد المبلغ في المية، يعني واحد المبلغ كياكلوا خيالي. حنا عندنا مثلا كتاكل لك الطوموبيل انت درهم فاصله 30 فاصله 40، كاين اللي كتوصل حتى درهم فاصله 50 في الكيلومتر. المطالب ديالنا هو اول حاجه كنطلب انا انك يشوفوا، شوف واحد الحاجه دابا كنهضروا على المازوت، ينقصوا من المازوت او لا يشوفوا شي طريقه. الطريقه الثانيه يا اخي، حنايا السائق المهني التاكسي يعني مضرور، لا تغطيه صحيه، لا دمج اجتماعي. سائقين مهنيين في مدينة طنجة كنعانيو بزاف من الزيادة في المحروقات، وكنطالبوا من الدولة ومن الوزارة تاخذ هادشي بالعين الاعتبار. راه حنا كسائقين ضعنا بزاف وما كيبقى لناشي، راه المازوط ب 10 دراهم اخوتي، راه ما كيبقى لنا حتى شي حاجة، وحنا كنطالبوا من الدولة تاخذ هادشي بالعين الاعتبار وتراجع في هذا القرار هذايا ويعملوا لنا اختفاض من المازوط. الزيادة في الكازوال، الزيادة في الكازوال، الزيادة في الكازوال، الزيادة في الكازوال.